البخور هل يفطر الصائم؟ البخور لا يفطر الصائم، لكن قال أهل العلم أنه يكره تعمد استنشاقه، لأن تعمد استنشاقه ربما يتكون منه جرم فيكره أن يتعمد استنشاقه. وأما الدخان الذي هو التبغ فهذا يفطر الصائم. فإن قال قائل لماذا فرقتم بين هذا وهذا، لماذا البخور لا يفطر وهذا التبغ يفطر؟ فنقول التبغ الدخان هذا ليس كونه مفطرا لأجل أنه دخان، وإنما بسبب المواد التي يحملها، فهو يحمل مادة النيكوتين ويحمل مواد أخرى، ولذلك كان ضارا. لو كان مجرد دخان ما كان ضارا، لكن بسبب المواد التي يحملها كان ضارا، فلذلك يفطر الصائم.